السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ألا وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاه وقال مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أيضا: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله خلق منها، يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من تزوج بامرأة فقد أحرز ثلثي دينه، فاتق الله في الثلث الباقي. أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله، إن الله يشاء ما يريد ويحكم ما يشاء. أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله، يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العليم لي ولكم، وأستعفيه عني وعنكم ولجميع المسلمين والمؤمنين أجمعين، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زوجتك بنتي سهرة بهذا المهر مبلغه 80 درهم من ذهب من القلادة. قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المذكور، بهذا المهر المذكور، ورضيت به، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.